انا حلمت حلم وحش، مالك جه اوضتي وكان عايز يلعب معايا. طب ودي حاجه وحشه لما مالك يلعب معاك؟ اظن كان عاوز يأذيني. مش ده الحياه اللي كنت بحلم بيها لينا؟ ارحمي نفسك. تفتكري ممكن يفوق؟ نعمل نعمل فيهوش رجوع. عملت ايه؟ عملت اللي انت عاوزاه. تعالي ورايا. حد شافك؟ ما اظنش. مين الولد ده وكان بيعمل ايه هنا؟ مالك اللي راجع مش مالك اللي كنت طالعه فيه. اكيد لما هيجوع هيظهر، اكيد هيظهر. خط دم يعرض الان على شاهد VIP. اشترك وجربه مجانا.